أغاني للوطن. لمن السفاين والعباب وراها مثل الغبار. أغاني للوطن، فيه نقترب أكثر لمعرفة ما وراء أغنية وطنية لاقت صدى وتفاعلا من قبل الجمهور. أغاني للوطن. أغاني للوطن. إعداد وتقديم عايدة بنت خميس البلوشية، إخراج صلاح بن جمعة الرئيسي. كلنا معك توكل سيدي قابوس، خطوات المجد البعيدة كلنا نمشيها. كلنا معك توكل سيدي قابوس، مستمعينا في حلقة جديدة ومتجددة من برنامج أغاني للوطن. المجد مجد الرائد الباني، قابوس عالي القدر والشاني. المجد مجد الرائد الباني، قابوس عالي القدر والشاني. حلقة اليوم تختلف قليلاً عن الحلقات السابقة، فيها نلتقي بمخرج إذاعي أخرج العديد من البرامج في نوفمبر لسنوات عديدة، ومن خلاله نتعرف على أبرز الأغاني الوطنية التي قدمت في السبعينيات والثمانينيات. الفجر يبدو فجر عمراني، المجد مجد الرائد الباني. إذن ضيف حلقة اليوم مخرج إذاعي وهو الأستاذ محمود بن عبيد الحسني. أهلا بك أستاذ محمود. أهلا بك عايدة، وأنا سعيد جدا بهذا البرنامج وأستمع له بحرص، لأنه يقدم يعني حاجات تثلق الصدر بين ماضي وحاضر، وتتكلم الأغاني أيضا عن المستقبل. فأنا أحييك على هذا البرنامج الجميل، وأتمنى بالفعل من المستمع العزيز أنه يستمتع بالأغاني النوفمبرية، خصوصا النوفمبرية القديمة. شكرا لك أستاذ محمود. حدثنا عن أغاني السبعينيات والثمانينيات، ماذا تعني لك كمخرج؟ أخرجت الكثير من البرامج التي تعنى بهذا الجانب في حقبة زمنية معينة، ماذا تعني لك هذه الأغاني القديمة، ومن هم الفنانين الذين تم بث أغانيهم في فترة السبعينيات والثمانينيات؟ والله لو تكلمنا ما تكفي حلقة مدة ساعة أكيد. لكن أنا كمخرج أتكلم، كنت أخرج الأغاني من وأنا صغير. نعم. يعني حبي لهذا النوع من الأغاني من وأنا صغير. ربما إحنا فترة السبعينيات مؤثرة كانت علينا بشكل كبير جدا جدا جدا، فيعني كنت حتى أسجل هذه الأغاني جزء 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 وألحمهن مع بعض، يعني أعمل حاجة مونتاج بمزاج بما معناه. إن إذا ما تكلمنا عن الأغاني الوطنية في مرحلة السبعينيات، فأنا أتكلم عن أغاني صفراوية، وهذه حالة استثنائية لأنها كلها كانت فيها شدة، فيها عزم، فيها مجد، فيها نوع من هكذا نقول الرجولي بشكل عام. الفنان عبد الله الصفراوي، وهذه أنا أتمنى أن تجري لقاء مع ابنته لأن عنده كثير من التفاصيل عن هذه. جميل. معنا إحنا قدمنا أيضا حلقة. نعم. عن الفنان عبد الله الصفراوي، ويفترض أنها لا تستثنى، هي حتى في الإعادات جميلة تعتبر. نعم. صراحة. نعم. كل يوم تكتشف في الإعادة أنك اكتشفت شيء جديد عن هذه الأغاني. بالفعل. رغم أنها أغاني معدودة إلا أنها بس نوفمبرية بشكل مختصر. إذا ما تكلمنا مثل ما قلنا عن الأغاني، فهذه أغاني عبد الله الصفراوي. نجي على الأغاني الثانية إذا ما تكلمنا عنها، عن الفنانين العرب اللي حضروا إلى سلطنة عمان في نهاية السبعينيات تقريبا من 77 78 79 وهكذا،
هذه الأغاني لها ميزة خاصة جدا. جاء فهد بلان وغنى عن الشجاعة والصوت الجبل الكبير، وأيضا نفس الشيء فيها نوع من نوع الشجاعة وهلما ما جرى، لكنه جاءت هيام يونس وجاءت سميرة توفيق وجاء أيضا فؤاد حجازي وغنونا عن الحنية للوطن. نعم. هذا الحنان الجميل والكلمة الحميمية، كلمات موفق شيخ الأرض في 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 كثير من الأغاني. يعني أنا تذكر منها أغنية هيام يونس بالتحديد، الأغنية المؤثرة جدا، وأنا يعني قريت كلماتها في كثير من المحافل، ودائما لما أحضر حفل معين أتذكر هذه الأغنية، ويكاد يكون أنا يعني ألقيت كلماتها واحد من جيلي أو شوي أكبر مني، فقال أبكيتني كثير بهذه الأغنية، لأن إحنا ما عايشنا في مسقط، ولكن حتى الإرسال كان يوصلنا بشكل ضعيف. في ذاك اليوم يقول وصلنا الإرسال وأسمع هذه الأغنية الجميلة المجد الرائد، إذا كنت تسمحي لي أن أقولها ككلمات. ياليت ياليت. يعني ونعرفت منك أيضا في حديث سابق أنه الفنانة هيام يونس ما زالت تتأثر كل ما تغني أو تتذكر كلمات هذه الأغنية. في الآونة الأخيرة جلست معها أنا جلوس شخصي هكذا هنا في استوديو 9 وكلمت عن هذه الأغنية ميد الرائد. نعم. يعني يكاد يقول أنها ستبكي بعد لحظات وتقول مؤثر علي دون باقي البلدان العالم الوطن، يقول أنا عشت في مصر وتقول غنيت للبنان وغنيت للوطن العربي، لكن عمان حالة استثنائية تماما، ولما أغني ميد الرائد حافظتها تقول وكأني أغنيها اليوم، وهذا الكلام نحن نتكلمها من 35 سنة. نعم. فهي تقول وكأني أنا أغنيها اليوم، وكأني أحس أني واقفة على الأستوديو وأغني هذه الأغنية ميد الرائد، مؤثرة إلي على نفسي بطريقة لا تتخيل. عمان الوحيدة التي لم تنساني على الإطلاق، يعني متواصلة مع كثير من الأساتذة والشعراء اللي موجودين في السلطنة، متواصلة معهم، فهذه عمان تمون علي بشكل كبير. فلما غنيت هذه مجد الرائد وغنيت أيضا أغاني أخرى بين الوطن وبين الأغاني العاطفية، فتحب عمان بشكل بصراحة كثير جميل. فكانت تقول هي المجد مجد الرائد الباني، قابوس عالي القدر والشاني، للنور نمضي في مواكبه والفجر يبدو فجر عمراني. المجد مجد الرائد الباني، قد أشرقت أيام عزتنا بالعدل يعلي قدر أوطاني، وأكرم الرحمن من نصروا عهد تولى شعب إيماني. يا رب يا عالي يا هادي، أنت الكريم وخير معواني، احفظ لنا سلطاننا الغالي من قلبه يسمو بتحناني، من شاء بالتوجيه نهضتنا في عصر تعليم وعرفان، من شاء حكما مشرقا أبدا يبدو لقاص الناس والدان. المجد مجد الرائد الباني، احفظ لنا سلطاننا الغالي من قلبه يسمو بتحناني، ربنا العالي وهادي، أنت الكريم وخير معواني، احفظ لنا سلطاننا الغالي من قلبه يسمو بالتحناني، المجد مجد الرائد الباني، المجد مجد بالتوجيه نهضتنا في عصر التعليم وعرفاني، من شاء حكما مشرقا أبدا يبدو لقاس الناس والداني، من شاء بالتوجيه نهضتنا في عصر التعليم وعرفاني، من شاء حكما مشرقا أبدا يبدو لقاس الناس والداني، المجد مجد الرائد الباني، المجد مجد الرائد الباني،
مرحلة الثمانينيات بدأ الجيل الآخر اللي هو الجيل جيل الشباب العماني. إذا ما ركزنا فنقول حكم عايل، نعم، نقول يعقوب نصيب، نقول شادي عمان، نقول سالم علي سعيد، سعيد، نقول يعني مجموعة من أيضا الشبان في ذيك الفترة، نعم، غنوا الكثير. يعقوب نصيب على سبيل المثال اللي أخذناه غنى أغنية أشهرتها سميرة توفيق، يعني سميرة توفيق أيضا جاءت وعملت شعلة كبيرة جدا في السلطنة، أيضا هي رديفة لهيام يونس وغنت الكثير من الأغاني الوطنية لسلطنة عمان كثير كثير حقيقة، والشعب حبها بشغف سميرة توفيق. وغنت أغنية أشرق الصبح على أرض عمان وتغنى الطير في كل مكان من منبره قابوس يعلنها علان. فهذه الأغنية أيضا كانت مؤثرة. يعقوب غناها ولكن يعقوب هي غيرت في الكلمات، هو يعقوب يقول أشرق الصبح على أرض عمان وتغنى الطير في هذا الزمان. قالت سميرة ليش يكون في هذا في كل مكان؟ لأن لو حددنا في هذا الزمان قالت له نحدد زمان واحد، زمن معين، إيه؟ نعم. فقول في كل مكان من منبره قابوس يعلنها أنا. نسمع التغريد، التغريدات تويترز اليوم في كل مكان. اليوم بالفعل نحن نسمع التغريد تتكلم عن عمان في كل مكان. فكانوا أيضا هؤلاء الشباب كان في عندهم يعني هكذا شعلة نشاط، نعم، وحماس. لما يدخل علينا 23 يوليو أو يدخل علينا نوفمبر تلاقي كل واحد يحضر. طبعا كبيرنا نحن نقول الإعلاميين الأستاذ الشيخ الراحل عبد الله صخر كان له دور كبير جدا، صحيح، في رفع من معنويات هؤلاء الشباب ودخولهم في الفن بطرق مختلفة. يعني أخذ بأياديهم حكم ولما يغنيني كنت بالأمس عماني وأنا اليوم عماني وسأبقى عماني ومد الدهر عماني، كم قيمة هذه الأغنية أساسا؟ ما لها يعني قالها اليوم وكأنها قالها من العصر الحجري إلى اليوم. كنت بالأمس عماني ما تغير أنا وأنا اليوم عماني وسأبقى عماني ومد الدهر عماني. يعني هذه الميزة في بعض الشعراء والفنانين أيضا والملحنين أيضا، لأن صحيح العمل يطلع هو متكامل. يعني متكامل. النظرة دائما تكون للمستقبل، يعني أنا ما أغني لليوم وبكرة، لا، أنا أغني للمستقبل. وبالفعل هذا اللي حصل، إنه إلى اليوم يعني إذا الطفل بتسمعه مثل هذه الأغاني راح يتبرمج عليها أيضا وكانها جديدة وتبقى مع يعني عمر ومستقبل أيضا. أنا ألاحظ التلفزيون وأيضا الإذاعة الآن هذه الأغنية اللي هي كنت بالأمس عمان صايرة مثلها مثل السلام السلطاني، نعم، يعني مثلها يعني عمان وقابوس هكذا كنت بالأمس عماني، فتلاقي جملة واحدة بس خلاص كفاية، نعم، وأنا اليوم عماني. والتلفزيون عاملينها بطريقة كثير جميلة ومشوقة، نعم، كثير من الاتصالات دينا من أصدقائنا في الوطن جبين بهذه الأغنية، نعم، ويغنوها وناس عندما يغنوها يعني كنتوا فرحانين بهكذا يعني قول كنت بالأمس قلت له ومن لا يفخر أنه عمان. وتم يعني إطلاقه أيضا كهاشتاج في تويتر وتفاعل مع المغردين. بالضبط بالضبط، عاد التفاعل شوف أنت كيف، يعني تفاعل غير طبيعي. فأغاني الثمانينات أيضا لها وضعها الخاص لأنها كانت للعمانيين. كذلك يعقوب نصيب لما يغني لي عيد الأحرار، يعني يجي يقول لك 18 من نوفمبر فيه بالعزة يشكر، يوم في التاريخ سيذكر في لسان الأجيال الصاعدة. فيعني حتى الأغنية نفسها توصل بشكل حميمي منه هو كعماني يقولها، يعني قبل يعني الشاعر بعد ما نطقها ويغنيها الفنان من أعماقه والملحن يقولها من أعماقه. فلنا ميزة جميلة جدا كعمانيين عندما نطلق أغانينا بسيطة لكنها توصل إلى القلب، تطلع من القلب وتصل إلى القلب. أغاني الثمانينات لها أيضا وقع خاص وجميل جدا ورائع، ويمكن الزخم الكبير من الأغاني كان في الثمانينات بالفعل، وكان هناك يعني اشتغال كبير على تأهيل الفنانين العمانيين، ومن ثم الجيل الثالث ومن ثم الجيل الرابع وهلما جرى. وكل يوم نحن وكل سنة نشوف فنانين عمانيين يتغنوا بالوطن بل يتغزلوا في الوطن، نعم،
عمان بالتحديد بشكل مختلف. نعم، وتستحق عمان ويستحق جلالة السلطان. شكرا شكرا لك الأستاذ محمود بن عبيد الحسني على تعاونك معنا وأيضا نورت واجب الاستوديو. واجب واجب، وبالتالي لم يأتي بي إلا الوطن وإياك. تسلم. شكرا جزيلا. مستمعينا ختاما، شكرا لكل من استمع إلى حلقة اليوم، وكان الحديث مع الأستاذ محمود بن عبيد الحسني حول أبرز الأغاني الوطنية التي قدمت في السبعينيات والثمانينيات. نلتقي في الغد، انتظرونا. أغاني للوطن، أغاني للوطن، مع تحيات عايدة البلوشية وصلاح الرئيسي. كلنا معك توكل سيدي قابوس، خطوة المجد البعيدة كلنا نمشيها. كلنا معك توكل سيدي قابوس.